الوضع كارثي في هذه المنطقة. هذه تقريبا أكثر من 400 متر لا وجود بأي إن كان جهة مسؤولة عنه. هو يتيم خارج عن نطاق مسؤولية البلدية ونطاق مسؤولية الوكالة ونطاق مسؤولية الحكم المحلي ومتروكة، وبالتالي كل ما من ردم من أوساخ موجودة فيها. احنا اليوم مشكور كل الشركاء وأولهم مجلس النفايات الصلبة والبلدية والأجهزة الأمنية بالمشاركة الفاعلة مع مؤسسات أخرى لتنظيف هذه المنطقة ووضع خطة نهائية لهذه المنطقة مشان احنا ما نكونش هنا وضع كارثي مؤثر على الواد وعلى مجرى المي وعلى كل حياتنا وعلى المظهر الجمالي للمحافظة. إن شاء الله اليوم بتوفقوا ويكون في حكم لنا أو معيار لنا للمستقبل لتنظيف مناطق أخرى إن شاء الله. هذا النشاط يقام بتوجيهات من وزارة الحكم المحلي وبالتشارك مع سلطة جودة البيئة وبرعاية كريمة من عطوفة محافظة طول كرم والأجهزة الأمنية. الآن يتم تنظيف مقطع بطول 500 متر من هذا الشارع اللي هو يعتبر مدخل من مداخل المحافظة ومدخل حيوي. هذا المقطع لا يتبع إداريا لأي هيئة محلية وإنما يتبع للأونروا، والأونروا بصراحة في هذه الأيام خلصت خدماتها كثير تجاه المخيمات. هذه الحملة على أساس نبدأ بداية مليحة مشان نثبت أو نتبنى هذا الشارع أو نوجد حدا يتبنى من الآن فصاعدا ونكف أيدي المعتدين على إلقاء نفاياتهم سواء كانت طمم وبناء ولا نفايات طبية ولا أثاث ولا نفايات منزلية. اليوم مبادرة أطلقوها إخواننا في إخواننا المسؤولين ناشن قدنا الكرمين اللي هو يوم الوطني أو يوم النظافة العالمي. وزي ما أنتم شايفين إحنا بلدية طول كرم بكل طواقمنا والحمد لله، سواء كان في المعدات أو في الطواقم العاملة أو الأيدي العاملة، بنكون في تنظيف في الأماكن اللي تم الاعتداء عليها من قبل المواطنين وخاصة الواد. وزي ما أنتم شايفين الحملة الشاملة سواء كانت في الشوارع أو الجزر أو في اللاودي.